أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بهذا الفيديو الجديد المقدم من قناة كل شيء مفيد. بهذا الفيديو رح نحكي عن كافة البرامج المطلوبة بعد عملية الفورمات للويندوز 10. النقطة الأولى رح نحكي عنها إذا كان أنت عندك نسخة أصلية أو إذا أنت قمت بتنشيط هاي النسخة. فطبعا كيف تعرف نسخة الويندوز عندك منشطة أو لا؟ بكل بساطة بتفتح أي مجلد عندك ومن ثم من جهاز الكمبيوتر وبتضغط على خصائص. لاحظ هون انه بيكون عندك الكمبيوتر، بنلاحظ هون انه انا عندي لم يتم تنشيط الويندوز بعد. فبالتالي اذا كان عندك الويندوز نشيط فبكل بساطة كل ما عليك هو الذهاب الى ابدأ ومن ثم كتابة ابديت. سوف تفتح لك هذه النافذة، نضغط على ويندوز ابديت هنا ومن ثم نقوم بالضغط على تحقق من وجود تحديثات. طبعا هاي العملية بتوفر عليك تنزيل العديد من البرامج يدويا إذا كانت نسخة الويندوز لديك نشيطة أو أصلية. هاي النقطة الأولى عنا. طبعا إذا لم تكن لديك نسخة نشيطة مثل بحالتي هون فأنت يجب عليك أن تقوم بتنزيل هاي البرامج يدويا. اولا رح نفتح المتصفح الاساسي ومن ثم سوف نقوم بتنزيل برنامج جوجل كروم. نضغط هنا، طبعا نكتب جوجل كروم بجوجل ومن ثم تحميل ومن ثم تشغيل وننتظر حتى يتم تحميل الجوجل كروم. لماذا؟ لأنه طبعا هذا المتصفح غير، يعني المتصفح الأساسي هذا غير مدعوم من مايكروسوفت، فبالتالي يجب عليك تحديثه. إذا كنت لا تريد تحميل جوجل كروم فيجب عليك تحديث هذا المتصفح، ولكن كما تشاهد عملية تنزيل جوجل كروم هي أفضل وهو أسرع للتعامل مع كل الأشياء التي سوف نتحدث عنها لاحقا. طبعا عم نشوف أصدقائي تم تحميل جوجل كروم. طبعا هاي كانت الخطوة الأولى لنا. أوكي، النقطة الثانية التي سوف نتحدث عنها هي التحقق من التعريفات. طبعا تقوم بتوصيل، على سبيل المثال إذا كان لديك طابعة، لديك ماوس، لديك أي شيء خارجي USB ألخ، فسوف تقوم توصيلها بجهاز ومن ثم سوف تقوم بفتح مجلد أي مجلد كان ومن ثم هذا الكمبيوتر الشخصي ومن ثم تقوم بالضغط على خصائص. عند الضغط على خصائص سوف تفتح لك هذه النافذة، سوف تضغط على إدارة الأجهزة. طبعا هنا سوف يظهر لك أي جهاز متصل لم يتم التعرف عليه. على سبيل المثال إذا كنت وضعت طابعة أو ألخ أو محرك هارد خارجي أي شيء كان بغض النظر، فأي شيء غير متعرف هنا سوف يكون لديك مثلث أصفر. طبعا إذا كان لديك أي شيء غير معرف فسوف أضع لك في صندوق الوصف الخاص بهذا الفيديو فيديو آخر كيف تجد أي تعريف لأي جهاز بشكل بسيط وسريع وبدون تعقيد. فإذا عند التحقق أن كل الأجهزة لديك معرفة انتهينا من هذه النقطة. أول برنامج بنحتاجه أصدقائي حامل الويندوز هو جافا ران تايم. نكتب بجوجل جافا ران تايم، نضغط عليها بنشوف أنه رح يطلع لنا أول نتيجة، نضغط عليها وبنسوي لها يعني جافا داونلود، بنضغط على الداونلود، ننتظر ثواني. اوكي، بنوافق على كل الشروط او الكوكيز، بنعطي داونلود، بعدين هلا الموافقة على الشروط ومن ثم بدء التحميل. طبعا بدأ يحمل عنا هون ومن ثم بنضغط عليه بس خلص التحميل، تظهر لمدة ثواني ومن ثم نعم. ممكن هاي ما تكون طلعت بالتسجيل ولكن بكل الأحوال بتظهر لك رسالة نعم ومن ثم تنصيب ومنكون طبعا ننتظره لحتى يخلص، ولكن أنا ما راح انتظره مشان ما يصير الفيديو ممل بالنسبة لكم.
ننطلق بعدين للبرنامج اللي بعده اللي هو نت from work، نكتبها بجوجل، نضغط عليها انتر، وايضا من ثم منفوت على اللينك اللي هو مايكروسوفت، شايفين مايكروسوفت.com، نضغط عليها هون، ومن ثم طبعا فينا نحن نحمل هون هاي الاصدار الاخير 4.7.2. طبعا اذا انت فتحت هذا الفيديو وكان في اصدار احدث منه فطبعا بتنزل الاصدار الاخير او الاحدث. نضغط هون ونسوي له داونلود، بعدين بنشوف شو عم بصير معه الجافا، بعد الجافا عم ينصب، فننطره ليخلص. طبعا هو هذا الملف من الميكروسوفت مثل ما شايفين microsoft.com، فما فيه اي مشكلة. طبعا شارف على انتهاء جافا. طبعا ما فيك تنزل برنامجين بنفس الوقت، فبالتالي عليك الانتظار اولا حتى ينتهي الجافا، ومن ثم تقوم بإعادة تشغيل الكمبيوتر وثم تنصيب البرنامج الذي يليه. ولكن أنا بحالتي هنا فقط أقوم بشرح توضيحي، فبالتالي لا يوجد أي مشكلة، أستطيع حل المشكلة إن حدثت أي مشاكل عند الضغط عليها، ثم نقوم بتنصيب هذا البرنامج نت فيرمورك. طبعا الكمبيوتر مثبت، هذا على الكمبيوتر، فهذا شيء كتير كويس. فبما انه مثبت فنعطيه الغاء وننطلق طبعا اللي بعده. اللي بعده راح يكون اذا بهمك، اذا كان طبعا انت بدك تشغل العاب على الكمبيوتر، فبالتالي بدك دايركت اكس، وطبعا تضغط كمان ايضا من الميكروسوفت، تضغط عليه الموقع الرسمي لمايكروسوفت، طبعا نكتبه بجوجل، ومن ثم نفس الطريقة طبعا، ومن ثم تحميل، ننتظر لثواني. طبعا بلش يحمل هون مثل ما شايفين تحت بالزاوية. طبعا انتهى من التحميل، فكل علينا أن نضغط عليه، ومن ثم نعم، ومن ثم الموافقة على الشروط التالي. طبعا هاي اذا انت بدك تتابع هذا الشريط العلامات تابع له، انا مبديها التالي، ومن ثم بتم الانتظار. يعني يجب عليك الانتظار لتحميل هذا اللي تم تنصيبه. طبعا راح ننتقل للبرنامج اللي بعده اللي هو فيجوال C++. طبعا هاد كمان ايضا بفيدك على انه اذا كنت انت بدك تنزل طبعا هذا البرنامج، هذا الموقع مو مايكروسوفت، رح نرجع بنتائج البحث. طبعا انا دغري كبست بسرعة وهذا شي غلط، بس رجعت انتبهت، فلازم تاخده انت من المايكروسوفت دائما مثل ما شايفين microsoft.com، وتضغط عليه. طبعا هذا بفيدك بس تنزل برامج، هو بيدعم البرامج. طبعا ننزل لهون، طبعا هون بدك تنزله حسب نوع النسخة اللي موجودة عندك. انا النسخة اللي موجودة عندي هي 32، نرجع نتأكد. بهاي الطريقة بتعرف شو النسخة اللي عندك، تفوت على اي مجلد ومن ثم جهاز الكمبيوتر، تضغط باليمين على خصائص، ومن ثم تنزل لهون بتشوف شو نوع النظام عندك. نظام التشغيل هو 32 بت، اوكي، فنظام التشغيل هو 32 بت، فبنسوي له اغلاق، بنرجع لهون، فبننزل 82، يعني 86 نفس الشيء، فانت بتضغط على هاد 86، تنتظره ليبلش تحميل. هذا هو بلش تحميل. طبعا هون نعطيه التالي الهاد اللي كنا مبلشين فيه دايركت اكس. طبعا احنا عم نقوم بمهام متعددة بنفس الوقت، ف يعني اختصارا للوقت. طبعا هون عم نبلش ينصب التحديثات الخاصة بالبرنامج.
طبعا ما فيني اشغل انا هاد لحتى يخلص هاد. بكل الاحوال هي عملية التنصيب نفسها. مثل ما نشوف اصدقائي هون خلص برنامج التنصيب، فكل علينا ضغط على انهاء، ومن ثم سوف نقوم بتنصيب اخر برنامج لدينا الذي قمنا بتحميله، نوافق على الشروط ومن ثم تنصيب. نعم، ومن ثم الانتظار حتى يتم الانتهاء من تنصيب البرنامج. طبعا تم تنصيب البرنامج، وهكذا تكون انتهت البرامج الضرورية الأساسية للويندوز. طبعا في صندوق الوصف سوف تجد مجموعة من البرامج التي هي مهمة أيضا، من برامج الأنتي فايروس، تشغيل الفيديوهات والملفات الصوتية، وأيضا على سبيل المثال كيف أقرأ الكتب الإلكترونية. سوف أضع لك اللينكات الخاصة بتحميل هذه البرامج طبعا بطريقة بسيطة وسهلة، سوف تكون بالوصف. فأنت تستطيع أن تدخل على البرنامج الذي تحب وتقوم بتنزيله كما بالفيديو. أتمنى هذا الفيديو يعجبكم. تحياتي لكم، بشوفكم فيديوهات قادمة إن شاء الله. باي باي.